بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار امتحان يمتحن فيها عباده المؤمنين، ورتب لهم أعمالاً هي التكاليف، إذا نجحوا فيها فإن الجوائز عظيمة جدا، والنتائج ستعلن عندما ينادي المنادي وامتاز اليوم أيها المجرمون. وهذه الدار مهمة الإنسان فيها أن يؤدي هذه التكاليف التي كلفه الله بها، وأن ينجح في هذا الامتحان الذي هو شاق قد عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه، لأن الله قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعلى أساس هذا الامتحان يرتب الله سبحانه وتعالى تقسيم الناس يوم القيامة إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فينقسم الناس حينئذ إلى الدارين وهما الجنة والنار، لا ثالث لهما. وتقسيم ذلك يمكن أن يعرف اليوم بحسب ما ييسر الله الإنسان له، فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة وأهل الجنة ميسرون للعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأهل الشقاوة وأهل النار ميسرون للعمل السيء الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكل يجتهد فيعمل على شاكلته ما هو ميسر له، والنتائج قد علمت، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وقد سبقت سابقة السعادة لمن أراد الله بهم الخير، وسبقت سابقة الشقاوة لمن أراد الله بهم الغير. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد أراد سبحانه وتعالى أن يجعل من عباده ملأ يختارهم فيوفقهم للقيام بما افترض عليهم وبما شرع لهم، وبذلك يجزل لهم المثوبة ويعدهم الوعد الصدق الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.